عارف شو؟ نعم. حاسس لك انه قطك مخنوقة. قطي؟ لك ايه قطة، ليش ما بتيجي تقعد قطي؟ لا لا لا، قطي منيحة ومهواية وما أحلاها. لك تعال هون، وين بدك تروح؟ عم أقول لك قطك مخنوقة يعني قطك مخنوقة، واليوم بدك تقعد بقطي وأنا بدي أقول لك أغراضك. لا 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 يا أخي لا. إي والله، وبكسر الهال بدك تيجي تقعد بقطي شي. أخي ليش تحلف؟ ليش تحلف؟ ليش تحلف؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إيش إنه ما بيصير؟ لأنه أنا فياض العاطول الباطول الفاشوش، أقعد بأوضة مرحة شرحة برحة، وشيخنا تاج راسنا يقعد بأوضة مخنوعة. يا الله ما قال اليوم نقل لك أغراضه. طيب يلا ماشي الحال. يلا شو صار معك معلم سعيد؟ والله لسه ما صار شيء. اليوم مر لعندي ابو سطيف الشاغوري واخذنا وعطينا انا وياه بالحكي. وجت سيرتك؟ وبشو اجت سيرتي؟ بالخير، ما قلنا له شيء، بس سالني عنك، رد لك الدين اللي برقبته، قلت له بيني وبين سعيد ما في فرق، لانه سعيد رح يصير عمي. بقى شو صار معه؟